السلام عليكم البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات جيت فيديو جديد ان شاء الله كنتمنى يعجبكم في اطار ديال المشتريات ديالي. كنت ديجا خديت شي مولات وشي ارتيكلات من بيم ومن عند السيد اللي كناخذ من عنده، وما كنتش شاركته معكم، وقلت دابا علاش لا ما نشاركمش مع خواتاتي. ديو فكره، واي وحده بغات شي سؤال ولا شي حاجه خلي لي في كومونتير ونجاوب اختي عليها. المهم كنت درت معكم فيديو ديال الجالاكسي، كان اللون ديالو احمر، ومشيت على واحد التيم ديال انا اللي غادي ندير نكمل على الاحمر. ويلا معايا البنات، كنت بغيت نشارك نكمل الفيديو ديال الجالاكسي بهذا الفيديو. الساعه غادي يجيكم طويل وغادي يجي شويه ممل، قلت علاش لا ما نقسموش جوج فيديوهات. اول ارتيكل البنات اللي غادي نشارك معاكم اللي كنت خديته وباقي ما استعملتوش هو المقلات العجيبه. كتاخديها ما كتهزميش عليها، ثم البنات كتكون غادي هاد الشكل هذا. انا كنخدم ديال جرماني، ضروري تكون فيها الديسا. هادي هي المقله العجيب، كتكون هاد الشكل هذا، كتكون شويه هنا وكتلاق لكم بزاف ديال الحوايج. كتشربي فيها اي حاجه، الطاجين تشوي فيها، الدجاج، الحوت، اي حاجه البنات طيبي فيها كيكه، كتستعمليها بجوج جوي، كدير فيها حريشات وسبيسات، رائع البنات. كدير موطا بحال هكا، هانتوما البنات كتجينا الشكل هدا، كتجينا شوية، ولا كدير فيها أي حاجة البنات، كدير فيها الدجاج تشوي، ودير فيها الحوت، السمك كما كنقولو ليه. كتشوي فيها، كدير فيها شحال من حاجه، بسبوسه، كدير فيها كيكه، كدير فيها الخلاوه، المقلات العجيبه حتى كانت عجيبه البنات. انا داير البنات كنخدم 5000 ريال كما قلت لكم، رائع البنات، وباقي ما جربتهاش، قلت نشاركها مع خواتاتي عاد نجربها. والماركه اللي خديت خديت ماركه مزيانه البنات. وهذا البنات خديته حتى هو في التيم ديال الاحمر الكورونا، هذا خديته البنات من بيه، خديته وقيلا بشي 2600 ريال ولا هذا، كيجي رائع البنات، كيجي بفن اوتوماتيك هكا، هو اينوكس، هاد الجرانيت اللي فيه غير من الفوق، هما الداخل اينوكس البنات. كنت خديته وما كنت شاركته معاكم، قلت حتى تجي الفرصة، كنت عوالة على ندير الفيديو هذا، وقلت غادي نشاركو مع خواتاتي. كيجي فن هذا، فيه بدا امبيريا امبيريال ماركة ديال المانيا، ما كتبينش فيه شحال فيه من ليطرا. المهم زوين البنات، وانا بغيت ان شاء الله ملي نكمل الكوزينة ديالي كون عندي شي ارتيكل غندير، غير حيت شي حويجات كنت ديجا شتهم عندي كنت غنحيدهم. وهادو البنات كانو عندي انا بحال اللون هدا، كان عندي في الباج، ومشيت عند السيد اللي كناخد من عندو الماعن و هادشي، قلت ليه عافاك بدلهم ليا بالحمر، وقال لي علاش لا، زو شي 25 درهم وبدلهم ليا. والله العظيم خديتهم باش يكون عندي تام واحد، ما يكونش عندي ها وها وها. وخا الجالاكسي عندي فيه هذا الكاسرونات، ولكن بغيت يكون عندي كاسرونات وحده اخرين، غير تغطي حاجه خلا ولا لا ما نفعت ما نضر، لا ما ضرش لك الباح. هانتوما البنات، كنت ديما شاركتو معاكم في الباج، بدلتهم هذه الصغيره ديال البنات، هانت لوكسيس زوينين البنات، عمليين وكيصبروا. الورقه ديالو هانت
انا هذه كبيره فيها 5 ديال لي زارتيكل الجاج 5 سمقع ديالو زوين البنات بهاد الشكل هذا خمسة فني فني البنات الثمن كنت خديتهم ب6000 ريال وكما قلت لكم نصهم بشي 20 درهم دابا قولي شي 6600 ريال دابا راه داير شي 7000 ولا شي المهم انا نرجعهم ونرجع معاكم البنات كيجيو على هاد الشكل هذا كيجيو انيقين كيجيو فنين فنين انا هاد اللون هذا عجبني وبغيت نكمل به الطقم ديال الكوزينه ديالي كامل ان شاء الله غير بشويه بشويه انا ما كنديرش شي حاجه اللي كنخرج ليها نيشان هذا راه ديجا شريه مده هادي ملي بديت القناه وباقا ما خدمتهمش حيت الاخرين باقيين عندي جداد وبقيت كنشري بشويه بشويه وملي غتوجد عندي الكوزينه نلقى باش نعمرها ولا الشيء الاخر اللي عندي القديم غادي نحيدو واخا الا باقي زوينين وهذا ولكن ضروري من الجديد البنات العين كتبغي ديما تشوف الجديد ايوا غادي نمشي معكم دابا البنات كنت ديجا خديت شي مولات كنت واخا انني شاركت فيهم واحد جوج مولات كنت خدمت بهم ولكن ضروري خاصني نشاركهم مع خواتاتي وكاين شي مولات باقي ما عمرنيش جبتهم غادي نشاركهم معكم اليوم ان شاء الله اول حاجه غادي نشارك معكم هذا حتى هو بالتيم ديال الاحمر هذا ديجا خدمته معكم هذا كنت خديته بريفيكس واحد المكازا كتبيع في ديور الجامع خديته ب 150 درهم البنات كيجي في الكيكه فن كيعطي واحد الشكل رائع البنات هذا كنت مدلكم خديته ب 150 درهم هذا البنات باقي معمرني شاركته معكم خديتو غير من حدانا كان راه ثقيل البنات ثقيل 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 وخديتو ب 130 درهم البنات هذا باقي ما عمرني خدمتو معاكم كيجي رائع كيجي دير فيه داك الكسكسو اللي كنديرو بريستيج كيجي فيه كيكا تجي فيه الروز تجي فيه اي حاجه البنات كتجي فن فعلا تقدري هنا تحطي التمر والمشماش تقدري اي حاجه تزيني بها فريزات كونفيتير اي حاجه ثقيل وزوين والثمن ديالو حتى هو زوين البنات انا هاد لي مولات راه ما كنمشيش لهداك اللي عاد ولاو دابا 1600 ولا كنمشي في الثمن كنمشي في لاكاليتي ديالو ماشي في الثمن ديالو شي حاجه لا تبقى عندك ديما ماشي غتستعمليها مرة ولا جوج ولا هدا وغتمشي غادي نمشي معاكم لهدا ديجا كان عندي واحد ميطاسيون أنا نفس الهدرة كنعاودها معاكم كان عندي واحد ميطاسيون في الكري غير جيت نجبدو من البلاكار طاح ليا إذا شنو ديما كان خاصك تقلبي على كاليتي هانتوما البنات هذا خديتو لاكاليتي ثقيل البنات خديتو ما كاينش في مقاديش في داك اللون اللي بغيت المهم خديتو في هذا اللون اصفر انا اصلا من الاول خديت الاصفر وفيه محرف فيه الحروف باينين خديتو ب 150 درهم البنات كيجي هذا الشكل البنات ونمشي معكم البنات هذا ديال ديجا خدمتو معكم فواحد الكيكة ديال البيض هذا كنت خديتو من بيم كيجي على الشكل هذا البنات خديتو بشي 3400 ريال البنات كيجي في الكيكة ولاو كيديرو فيه البسطيطة البنات كيديرو فيه الكيكة كيديرو فيه ديك الكسكسو يعني الا خديتي شي مول مكتندميش عليه يعني كيبقى عندك المده ماشي حتى تملي ولا يبقى عندك مده ديال خلاو ولاد ولادك يستعملوه حيت صح ماشي ولا يعوج معاك ولا شي حاجه انا كما قلت لكم خديت هذاك اللي ميطاسيو ب 1100 غير جيت نجبدو من البلاكار طاح عواج وانا نبدلو هذا البنات كما قلت لكم خديته 3400 ريال من بيم كانوا دايرين فيه بروموسيون وخديته الكرتونه ديالو
وهذا البنات كنت خديته من عند واحد السيده عندنا هنايا في حي يعقوب منصور، خديته ب 4000 ريال 200 درهم صافي. مع مري استعملته ان شاء الله. ثقيل 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 بزاف البنات. هذا تو فن 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 البنات. تقدري هنايا تخدمي ديري شوكولا، ديري كريم فريش، ديري كريم كراميل، كيكات، اي حاجه اي حاجه اي حاجه البنات. انا المولات كنحمق عليهم. ديجا انا خدمت معاكم مولات وحدين اخرين، لكن لا بغيتو نعاود ندير معاكم المولات اللي عندي، ندير لكم فيديو كامل على المولات اللي عندي وشحال ولاش كيليقوا. وهذا كيجي على هذا الشكل. هذا البنات رائع. هانتوما البنات بلا ما ندير لكم فيديو واحد اخر، نشارك معكم نصف هذا الفيديو. عندي هذوك ما خديتهم من الاولين، كنت خديتهم 150 درهم. هادو من الاولين خديت هذا ديال الورده، كيجي فيه فلو، كيجي فيه كيكه، كتجي فيه شحال من حاجه كتستافدي منه، حتى هو كدير فيه الكسكسو اللي كنديرو بنيسلي، كيجي فن فن وكيجي رائع البنات. كاين هذا حتى هو كيجي مشلف من الجناب، كنت ديجا درت فيه فلو، كنت درت فيه كيكات، كيجي رائع البنات، كيجي هماوي لا في الشكل ديالو حلا في الثقل لا في لاكاليتي ديالو، كيجي فن تبارك الله. انا قررت نكمل معاهم المولات ديال الكرعان. وعندي هذا البنات ديال الدوده، كيجي بحال هكا البنات، كيجي فن وكيجي رائع وكيجي هو متعدد الاستعمال. يعني هاد الجرانيت كاملين تقدر ماشي دير بهم غير كيكه ولا شي حاجه، كتستعملهم عندهم عده استعمالات، بزاف ديال الاستعمالات تقدر ديرهم بهم. حتى هذا كدير فيهم كسكسو ديال النسلي، دير فيهم الروز، دير فيهم كيكات، دير فيه فلو، دير فيه بزاف ديال الاستعمالات. عندي دابا شحال، عندي شي 8 ديال الليمون عاد العاديين. هو بغيتوني ندير لكم فقره ديال المولات كاملين ومنين كناخذهم، هذا خذوا لي في التعاليق. نتوما البنات هادو هما المولات اللي قلت لكم عليهم. كما قلت لكم هذا 200 درهم، هذا كنت ديجا خديتو 3000 ريال البنات. هذا ديال الطويل ديال بحال شكل الدوده، هذا على شكل البيض، خديتو ب 3400 من بيم. وهادو ديجا واخدهم 150 درهم 150 درهم 130 درهم، وهذا 150 درهم وهذا 150 درهم. اي حاجه البنات خديتو في هاد الليفر ما كتندموش عليها. انتما البنات هادو هما لي زارتيكل اللي شاركت معاكم. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو، ولا وصلتي حتى لهنا ما تبخليش عليا بلايك بالبارطاج، واللي باقا ما تابوناش عند قناه وصفات بشرى تابونات، فعل الجرس باش ديما يوصلها جديد ديالي.